والله يوسف الليلي يعني كلاعب دول يعني ما شاء الله لاعب يعني معروف سما وعنده انجازات مع المنتخب الجزائري يعني لاعب. انا بالنسبه لي انا كرايي انا يعني كمناصر المنتخب الجزائري يعني هو يستاهل الفرصه اخرى يعني باش يعاود ينضم للمنتخب الجزائري. هو صح صارت له مشاكل له لكن في الاونه الاخيره نشوف فيه باللي عاد الماتش الاخير يعني المباراه الاخرى هذه اللي فاتت ديجا سجل الهاتريك في انا متتبعين تاعو ديجا سجل هاتريك في مباراة واد سوف سجل 3 أهداف. يعني أنا من رأيي يعني في كان هذا يوسف بالليلي يعني في البنية المنفرجية تاعو يعني كتاكتيك يعني ككل يعني يستاهل فرصة باش خبرة أيضا في عنده يعني متمرس يعني في الملاعب الإفريقية ديجا عنده مع الترجي لعب مع الترجي ربح يعني رابطة الأبطال. يعني أنا نشوف بالنسبة لي يعني أنه خاصة أنه في الآونة الأخيرة هذه الكاف زادت يعني زادت لو نومبر تاع 27 لاعب. يعني انا نشوف انه يقدر يحافظ يعني هو بالماضي حاليا يعني اعتمد على الجناح على قويري وعمورة وسعاد قويري. يعني انا بالنسبه لي بلاص بالليلي كاينه يعني انا بالليلي انا بالنسبه لي كمناصر بالليلي بالعمري مبولحي روحوا لا كوب دافريك بالليلي او ياسين ابراهيمي بالليلي ياسين ابراهيمي والله بالليلي افضل. سؤال اخر كاين البعض الاخر حكموا على يوسف بالليلي بسبب المشاكل الاخيره اللي حدثت له مع الفريق الفرنسي قال لك انه يوسف بالليلي ما يستاهلش لانه لاعب غير منضبط حكموا عليه بطريقه غير يعني واش تقول حولها؟ هو لاعب غير منضبط في الفريق ده في المنتخب لاعب منضبط يعني ملي كان يوسف بالليلي الحضور تاعو ديما في المستوى ديما كان يقدم الاضافه جامي شفنا يوسف بالليلي قليل يعني في المباريات الاخيره اللي يرجع عليه ما على باليش انا كان ناقص شويه يلعب يمر بفتره فراغ هذه. بصح انا بالنسبه لي يوسف بالليلي في المنتخب كان منضبط بدليل انه يعني كون تروح تشوف الاحصاءات نتاعه وكل شو كذا في المنتخب انا بالنسبه لي وفي الفتره الاخيره هو الثاني بعد محرز يعني كاين محرز في الاحصائيات الثاني ترجع تلقى بالليلي هو الثاني دوزيام. وبالنسبه لبعض المتتبعين اللي قال لك انه يوسف بالليلي راه يلعب في مولوديا عندهم ربما كره لمولودية الجزائر حكموا عليه. والله لا شوف هذه جهويه تاع مولودية تاعها سي ار بي ومنك ما شوف لاعب يستحق يعني لاعب انا بالنسبه لي يستحق كاين لاعبين واحد اخرين يستحقوا يعني يتواجدوا. انا بالنسبه لي انا في البطوله كاين مبولحي خبره يعني انا بالنسبه لي ماندريا مبولحي ثلاثي يعني اسمنا نهضر لك الثلاثي تاع الحراسه ماندريا مبولحي واللي في السعوديه كيف اسمه زغبه هذا بالنسبه لنا بنبوط ما قنعنيش بزاف من مناصر الاتحاد العاصمه بنبوط ما قنعنيش بزاف. جمال بالعمري في الدفاع احسن من توغاي انا بالنسبه لي ثاني جمال بالعمري مبولحي وبليلي بلاصتهم في لاكوب دافريك نورمالمون تكون. واش تقول جمال بالماضي ان شاء الله باش يعطي فرصه للاعبين يعني اللي عندهم خبره في القاره السمراء كيما يوسف بالليلي؟ والله هو شوفي هو جمال بالماضي يعني احنا ما ندخلولوش في العمل تاعو لكن هو يعرف على باله باللي بليلي يسحقه عنده دي ماتش بليلي يستحق بليلي بالماضي انا مضابيه سما يستدعي بليلي لانه بليلي عنده لي ماتش تاعو سبيسيال سما يلعبهم على باله باللي بليلي هو اللي يفك لك يعني شفنا الجهه اليسرى درك في المنتخب جرب قويري ماهوش تاع لاكوب دافريك حاليا يعني نهضر لكش انا قبل ما ينفجر ولا ما بينش لانه مازال ماهوش متمرس. الجهه اليسرى شكون عندك؟ ما عندك حتى اللي راه يلعب درك شكون الجهه اليسرى اللي استدعى عموره انا واحد من الناس ماذا بيا عموره تيتيلر في ليكيب بصح قويري ما تقدرش تعتمد عليه فهمتي بالرحمه ما يرونديلكش عندك بالرحمه راه من 2015 ما عندوش عنده انسل بيت فهمتي. يعني انا بالنسبه ليا بليلي عنده بلاصتو في ليكيب ونتمنى من جمال بالماضي من هذا المنبر انه يستدعي لنا يوسف بليلي وهذا ما راح نقوله ان شاء الله وبارك الله فيكم.